حياك الله أخي الحبيب، بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير، وشكرا شكرا على هذه اللفتة الكريمة وعلى كل شيء، بارك الله فيكم. وإن شاء الله ربنا بنهي الحرب هذه وبزيح الغمة ونرجع نشوفكم في ظروف أفضل إن شاء الله ونلتقيكم. حياك الله يا سيد، بارك الله فيك وشكرا على الجائزة، شكرا شكرا شكرا. وتحياتي لشخصك الكريم ولكل الزملاء في مجلس النقابة والزملاء الصحفيين المصريين وشعبنا المصري الحبيب، بارك الله فيكم، تحياتي لكم. ومعلش النت عندنا ضارب، احنا وشبكة الاتصالات واقعة، حتى رسالة الصوت هذه راح تاخذ وقت لما تصلك، فاعذرنا، بارك الله فيكم، حياكم الله.